شوف هذاك اش نقول لك، الناس اللي تنعرفهم مسؤولين او اب ديال واحد الاسره، مي غيكون واحد المشكل كتجند ليه وكتخرج وتحضر غير داك الحضور ديالك، زعما راه كتغير على الوطن، كتغير على الشعب ديالك، راه هذاك بعدا تيعطي معنويات الرجال المطافئ والامن اللي غيسهروا على داك المحاربه ديال هذاك الحريق، عاد كتعطي واحد المعنويات لدوك الناس مساكن اللي فقدوا المنازل ديالهم، يمكن الحيوانات ديالهم، لا يكمل المصدر ديال العيش ديالهم. السيده شنو داير؟ غادي لتيميطار ينشط مع راسو يتموسك. شوف شوف البلاده والوقاحه فين وصلت. بالعكس تاع دول متقدمه او دول اللي عندهم مسؤولين سياسيين مفكرين، مي كطرى واحد المشكل كينتقل العين المكان ويجلس معاهم تما ويتحارب معاهم ويتقاتل معاهم ويجيب وينقل ويحرك هنا وهنا حتى كيف يفكوا المشكل. مي هذا كيبين دائما بان الحكومه فقنت والشعب راه مسكين فقن تحت الارض. على ما تيبان، اول حاجه اللي كنهضروا على الهاشتاغ ديال اليوم هو اخنوش ارحل، وحنا ما كرهناش الحكومه كلها اترحل تخوي، ما بقيناش باغيين السياسيين يسيروا المغرب، بغينا الملك ترجع ليه السلطه ديالو، كره من كره وبغى ما بغى ولاش كيسميوها، خاص الملك ترجع السلطه، ما بقيناش باغيين هذاك الدستور. الدستور ما جاب والو، جابها واحد الترغه، واحد شنقولوا واحد الخويه اللي ما صالحاش لينا، ما صالحاش للشعب المغربي في هذا الوقت، يمكن صالحه ليه من دابا 50 عام، يمكن خصنا نوجدوا للشعب هو الاول باش هاد المكلخين السياسيين، هاد المرتزقه اللي غنسميهم او الخونه ديال الوطن، هما السياسيين الفاسدين، مع الاحترام لواحد النخبه اللي كيخدموا البلاد او بغاو يخدموا ولكن ما لقاوش معاهم. مازال حنا ما مستعدينش لهذا رئيس حكومه، هذا حيد عليا هذاك بنادم كله يمشي يدير خدمته اللي موالف يدير في حياته، وغادي نربحوا الملايير نعم نخليو الملك يدير خدمته. وكي قلت انا واحد المره نقسموا المغرب على واحد المناطق ربعه ولا 10 ولا اللي بغا، وتنديروا واحد المدير شخص تيسير هذيك المنطقه، وكنتحاسبوا معاه يوميا او شهريا او سنويا كما بغيتوا نتحاسبوا. ما بغينا سياسيين ما بغيناهم يحزنون، ما احنا ما مواجدينش اليوم. اليوم خاص هذا اليوم يمكن هذا الهاشتاغ خاص جميع الشعب يتضامن، منهم الصحفيين، الجرائد، المواقع الإلكترونية، المؤثرين، الفنانة، السياسيين، وبلا ما ننساو دوك صحاب الروتين اليومي حتى هما يخرجوا يتضامنوا مع الشعب. دوك هذا مشكل اليوم، هذا مشكل ديال الشعب وديال الوطن، والتضامن جد جد مهم. واحد النقطة اللي ما نفهمش هو ملي كيخسر الفريق الوطني ديال الكره، وانا ما تنلعبش وما كنتفرجش وضد، انا كاع يكون عندنا فريق وطني ديال الرجال هاد الساعه بحكم الفتيات، يكون عندنا ان عطاو النتيجه بوالو مساكن. مي كيخسر هذا الفريق ديال الكره او الفريق الوطني ديال الكره، كل شيء كينوض وتيطالب بالرحيل ديال المدرب الفاسد، وهذا غير وهذا خسر لهم تنقولوا غير المزاج ديالهم، ودا لهم شحال دا لهم؟ دا لهم يمكن واحد الساعه ونص ساعتين من الوقت ديالهم. وهنا كنتكلموا على واحد الحكومه ومسؤولين اللي داو لينا او داو ليهم او ليكم حياتهم، داو لهم رزقهم، داو لهم الثروات ديال البلاد، الفوسفات، البحر، المعادن، و الى اخره. هنا خاص الشعب كله يوقف ويطالب بالحقوق ديالها، منها مراقبه الاسعار و والحكومه ما كرهناش تمشي، شي وحدين تيقولوا ما تمشيش، لا هي تمشي، ما عندنا ما نديروا بها، كتقام عندنا بالملاير. وهي حاجه اخرى، لا سمير علاش شدوها؟ وعاد نقطة واحدة أخرى، فين هو مجلس المنافسة؟ فين هو؟ غابر، ما كاينش، ما فين هو؟ شو وزير الخارجية متفق معاك، دار واحد الإنجازات اللي ما دارها حتى شي واحد صراحة، متفق معاك هذاك خدم أو راه متبع التعليمات ولا كيحترم التعليمات اللي كيتعطاو ليه، راك تعرف حتى شي حاجة ما كتجي من عندهم، راه كتجي ديما التعليمات، سير دير هذه دير، يعني نجح الله يوفقه الله يعاونه، ماشي الآخر حايد عليا ديكاج. متفق معاك كاين اخصائيين في علم الاقتصاد ودكاتره اختصاصيين في هذا،
اللي عندهم الصح خاص هذا الشيء ينزل، الثمنه تنزل. حنا دابا ماشي خاصو يحيد، يحيد خاص الرئيس الحكومه يتحيد. علاش؟ على جوج نقاط تنقول دائما، على نقطه واحده، ما عمرك بغيتي تنجح، ما عمرك تخلط التجاره مع السياسه، ما عمرك تخلط الدين مع السياسه. رجل الدين يمشي للدين ديالو، ورجل السياسه رجل التجاره يمشي للتجاره ديالو، يبعد ليا من السياسه. حتى شنو كيولي كيدير؟ كيولي كيخدم المصالح الشخصيه ديالو، كيدوز الدكاكه على الشعب، كيدوز القوانين اللي بغى باش يدير فيهم ما بغى، بحال هادشي اللي مؤخرا على هاد الضرائب على المواد الالكترونيه باش مرتو بزنس هو يحل المتاجر ديالو، يدخل اللي بغى، واللي بغى يدخل ولا ينافسه يعطيه. حشومه مسكين واحد كيدبر البورطابلات وشي تخربيقات او تويشيات كنقولوا صغيوره، غتحرمو يترزق. الشباب كان مسكين تي امبورتي تيبيع بواحد البركه، كيجي بنهارو ساكت حمد الله، انت جيتي دابا قطعتي لي تي، واش دخلتي لي تال الدار حيدتي لي داكشي. وحشومه. صح. شو نعطيك واحد الحاجه، عندك 2022 جميع او اغلبيه ديال الدول رفعات هذوك الحواجز وفتحات الحدود، الا الحكومه ديالنا اللي شنو دارت؟ هي دارت تمديد على تمديد ديال الجائحه، بحال اللي زعما راه تتخاف على الشعب. كل شيء زادوا فيه من بعد هذه الجائحه، كل شيء زادوا فيه بدون استثناء. الناس كانوا كيحلموا يقولوا احنا غنتنفسوا دابا، هو في الحمد لله الجائحه داز. لا، دازت الجائحه كي قلت لك، داروا التمديد ديالها وكل شيء زادوا فيه بدون استثناء. يعني المواطن الضعيف الموت ديالو اصبحت احسن من الحياه ديالو، هو رابح الى مات رابح، احسن ليه. هذا هو التفكير. الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه قتلوها، وزادوا غرقوا البلاد ديالنا في الديون. يعني احنا راه غارقين كريديات، ما نقولكش، راه واحد كيتسالونا الدول وزيدوا زيد، راه ما نقولكش غرقنا. واضعف الايمان كانوا يحيدوا غير دوك لي سالير ديالهم، دوك الرواتب ديال المسؤولين ديال الوزاره، ويحيدوها ونقصوا منها. الحكومه المغربيه كتحتقر الشعب المغربي وما مسوقينش ليه. يعني تيقولوا ليه قول لي بغيتي الشعب وحنا نديروا اللي بغينا او اللي قال لنا راسنا. اخنوش راه كان قالها غادي يعاود لهم التربيه، وفعلا راه تيعاود لهم التربيه دابا بطريقه واحده اخرى وبطريقه غير مباشره، تيقول لهم اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد او يمشي يحرق كي داروا وحدين اخرين. كتلقى الوزراء كثار كثروا عنا منهم، ولكن كلهم بدون استثناء فشلوا في واحد النقطة مهمة اللي هي علاش تنتخبوا الناس، واللي هي التواصل مع الشعب، التواصل مع المواطن. نزل عند الشعب، تحس به وعيش معاه وبين ليه، بين ليه راك حاس به ونزل. هذا الشيء كله تخلق لك واحد العداد ديال المشاكل أو الاضطرابات النفسية، منها القلق، الشعب ما تيبقاش تولي واحد فايق مخلوع ونعس مخلوع ومقلق وموسوس ومنيفي مع راسه، حيت ما تيعرفش المستقبل شنو، ما ضامنش المستقبل لا ديالو ولا ديال ولاده ولا المحيط اللي فيه. كيولي الراس حتى هو عندك واحد النقطة ديال التفكير الكثير، الراس ديالك تيولي خدام ليل ونهار. كتعرف كاين العقل الواعي والعقل الغير الواعي، كانش ذا كانشنس اند ساب كانشنس، بجوج خدامين دابا. حتى ملي تكون ناعس حتى العقل الواعي نورمالمون اللي خاصو ينعس حتى هو ولا خدام في المغرب، ان هذاك العقل الغير الواعي هجم عليه بكثره الضغوطات وهذه الزياده في الاسعار وزيد زيد. كاين الوسواس حتى هي، كاين الاحساس، هذه هي النقطه الواعره، كاين الاحساس بالحقره والظلم، ان واحد الدوله او حكومه اللي هي العائلة الكبرى ديال الشعب المغربي غتحميه وتوفر ليه فرص ديال العمل، توفر ليه واحد الحياة اللائقة بسبيطارات المستوى الآمن والعمل وزيد زيد، ولا الشعب تيحس بالحقرة، يعني ما عنده حتى شي نقطة ديال الثقة في هذيك الحكومة اللي ظالمة. كيولي كاين بعض المرات كيدفعوا واحد الإنسان كتولي عنده الكراهية ديال الوطن ديالو، والكراهية حتى ديال النفس ديالو، حيت هو تخلق في واحد الوطن اللي ما عطاهش أبسط الحوايج. عاد نزيد لك الاكتئاب، الحزن، الغضب والعصبية، هادو بعض النقاط اللي كيكونوا ديال المشاكل النفسية اللي ممكن تنتج على هذا النوع ديال
مشاكل اقتصادية أو التعامل الحكومة مع الشعب المغربي، بلا ما نزيد لك عدد ديال الحوايج اللي كيطراو منها الطلاق، منها الانتحار و إلى آخره. ترجمة